تحقيقات نيابة في انفجار جامعة القاهرة تكشف أن التفجير جرى عن بعد والمصابون 11. الحكومة تؤكد وجود مخطط لاستدراج الشرطة للدخول إلى الجامعات ولإحداث فوضى. المؤبد لتسعة متهمين والمشدد 10 سنوات لأربعة آخرين في قضية خلية مدينة نصر. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن الانفجار الذي وقع ظهر اليوم بميدان النهضة في محيط جامعة القاهرة والذي أسفر عن إصابة 11 بينهم 6 من رجال الشرطة جرى باستخدام عبوة ناسفة بداية الصنع زرعت بداخل صندوق خاص بأحد خطوط الغاز الطبيعي وجرى تفجيرها عن بعد. أمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أمر بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية قسم المفرقعات لتحديد نوعية العبوة الناسفة. ومن جانبها أكدت أيضا وزارة الصحة إصابة 11 شخصا في حادث الانفجار الذي وقع في محيط جامعة القاهرة أمام سور حديقة الأرمان، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة نتيجة للانفجار حتى الآن، وأشارت إلى نقل 5 من المصابين إلى مستشفى القصر العيني ونقل 6 آخرين إلى مستشفى شرطة بالعجوزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاج. جالنا 5 مصابين، الحالات كلها معظمها شظايا في اماكن متفرقه بالجسم، معظم الشظايا في الاجزاء السفلى يعني في القدم وفي الساقين. المصابين 4 منهم حالتهم مستقره، اصابات طفيفه يعني شظايا في الجسم ما فيش فيها مشاكل ان شاء الله. هو احد المصابين بس اللي عنده شظايا في الذراعين وفي الساقين وفي الفخذ وفي البطن، وده غالبا هيخش العمليات. في 4 منهم حالتهم مستقره، الاثنين اللي من الشرطه حضر من مستشفى الشرطه مندوب وطلب يستلمهم وتم بالفعل راحوا مستشفى الشرطه، وفي الثلاثه اللي موجودين هنا في منهم 2 مستقرين وفي واحد عنده كسور في الفخذ وفي عظمه الساق وبطنه، بالكشف الاكلينيكي يتبين ان هي محتاجه حاجه اسمها عمليه استكشاف عشان نشوف ايه سبب الاعراض اللي هي على بعضها. عنف طلاب الاخوان بالجامعات، سبقه اجتماع لمجلس الوزراء ناقش ملف العنف في الجامعات. فقد قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان الحكومه تحاول السيطره على الجامعات ومنع دخول الاسلحه وتحتاج للمسانده الشعبيه حتى تستطيع ان تؤدي واجبها. أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي سبق اجتماعا أسبوعيا للحكومة اليوم، أضاف بأن الحكومة تريد الحفاظ على العملية التعليمية ومنع من وصفهم بفئة تهدف لإرباك الشرطة وإحداث نوع من القلاقل بين الشرطة والطلبة. ونتحول لمعرفة آخر الأخبار من على الأرض ومن أمام جامعة القاهرة، وينضم إلينا الآن الزميل أحمد عبد الرازق. أحمد، صف لنا الأحوال الآن. بعد التحية مساء الخير دعاء. بعد التحية، ربما الجديد في المشهد أمام جامعة القاهرة والذي ننقله منذ الساعة 4:30 تقريبا أن الميدان أمام جامعة القاهرة تم فتحه للسيارات والمارة من جميع الاتجاهات، القادم من ميدان الجيزة ومن شارع ثروت المتجه إلى كوبري الجامعة وميدان نهضة مصر. كنا قد أشرنا في مداخلات سابقة أنه تردد أنباء عن وجود قنبلة أخرى بداية الصنع أيضا تبعت القنبلة الأولى، ولكن تم إبطال مفعولها في مكانها دون إحداث أي إصابات. هذه التقنية كنا قد أشرنا إلى أنها استخدمها هؤلاء الإرهابيون من قبل عدة مرات، وهي تقنية تسمى بالتسلسل أو السلسلة. كانوا استخدموها ربما في شهر أبريل الماضي في هذا المكان أيضا تحديدا، ربما من خلفي ظهرت تم تفجير إحدى القنابل، وكان زميلي همام مجاهد يقوم بالتغطية أيضا بعد عقب هذه القنبلة بنحو ساعة، وتم تفجير القنبلة الأخرى من خلفه أيضا قبل نهاية العام الدراسي الماضي في محيط جامعة الأزهر وتحديدا أمام سور المدينة الطلابية، كانت تفجرت قنبلة في إحدى حافلات النقل العام وتبعها بعد ذلك قنبلة أخرى ثانوية
هذه التقنية التي يستخدمونها عادة، ولكن الأمن فطن لهذه التقنية وأدركها فأصبحوا يسارعون بتمشيط وإخلاء المكان عقب انفجار القنبلة الأولى، وهذا ما حدث هنا اليوم بالفعل. بعد تفجير القنبلة الأولى بنحو 20 دقيقة تقريبا كان خبراء المفرقعات متواجدين في المكان، قاموا بإخلائه تماما من السيارات والمارة وقاموا بتمشيط المكان بشكل جيد. وبعد نحو ساعة تقريبا أو أقل من ساعة دخل إلى المكان سيارة تتبع الإدارة العامة للمعمل للمعامل الجنائية، وهي عبارة عن معمل جنائي متحرك متكامل بكل آليات البحث الجنائي لتحليل العينات المتبقية من القنبلة والوقوف على كيفية صنع هذه القنبلة، وبالفعل تم إبطاء القنبلة الثانية دون حدوث أي خسائر. تستخدم هذه التقنية لأنه بعد القنبلة الأولى يجتمع عليها عدد من القوات الأمن وعدد من المارة وعدد من الإعلاميين، فتحدث القنبلة الثانية أكبر عدد من الخسائر، ولكن فطنة الأمن لهذا الأمر حد من هذه الخسائر. هذا هو المشهد، وكما ذكرت في أول المداخلة أنه تم فتح الطريق والأمور الآن تسير بشكل طبيعي أمام جامعة القاهرة. نعم أحمد عبد الرازق، شكرا جزيلا لك.